يعني انت مش عايزني ابقى في لوكيشن فيه رجاله لا عشان انت عايزك خايف عليا، عايزك تاخدي بالك بالظبط عشان انا خايف ومش عليك. عايزني اتخن عشان خايف عليا. لا مش عايزك تتخن عشان انا خايف عليا انا. ده The Blind Date Show، ودول اتنين ما يعرفوش بعض. كل واحد فيهم مش شايف التاني، وبينهم الحيطة دي. البلايند ديت بتاعنا عبارة عن 3 راوندز، كل راوند بينزل لهم موضوع لازم يتكلموا فيه. المواضيع ليها علاقة بالجواز، لبس، فلوس، شغل، وحاجات تانية كتير. بعد كل راوند كل واحد بيدي التاني ريتنج على حسب هما شبه بعض قد ايه في الراوند دي، وفي الآخر قبل ما كل واحد يعرف كان قاعد في ديت مع مين هيقرروا لو هينزلوا ديت تاني ولا لا. هاي هاي، ازيك؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ كويس. اتكلم. حاضر. لسه يقول حاضر. عندي كام سنه؟ 28 سنه. انت عندك كام سنه؟ 27 سنه. تديني برج ايه؟ برج الحمل. صح صح. طيب خلاص الديت خلص. بس انت عرفت ازاي؟ بس كل اكساتي حمل، عارفه الهدوء بتاعه. بس انا مش هادي، انت لسه ما تعرفنيش. طب قبل اي حاجه بس عايزه اعرف حاجه، انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ زملكاوي. احنا في كارثه كبيره، انت برج الحمل وزملكاوي واصغر مني. هم كلهم كانوا زملكاويه وبرج الحمل؟ لا لا لا. هم كلهم كانوا برج الحمل بس الزملكاوي دي مستحيله. طب بجد بص، هنتكلم بالعقل. بالعقل انت بتشجع الزمالك ليه؟ الفكره كلها ان الناس كلها عايزه اللي بيكسب، الناس بتحب اللي بيكسب، محدش بيحب يتفرج على حد. لا عادي، دي وجهه نظري. وغير كده انا مش كاروي قوي في مصر، يعني ما بتفرجش على كوره كتير في مصر. طيب يعني عادي، ممكن ما تبقاش زملكاوي. اعتبرني مش زملكاوي. انت عارف انا بحبك. انت لحقتي ولا ايه السؤال ده؟ طب انا شايفه ان احنا ناكل احسن. انا شايفه ان احنا يعني ما اتفقناش في الكوره فناكل احسن. انت عندك ايه؟ انا انزل لي كرواسون. انا عايز اقول لك ان الكرواسون ده بيحل لي مشاكل كتير قوي الصبح. يعني انا كتير بنزل بكسل اعمل فطار، بس الكرواسون بيسهل لي الموضوع ده قوي. انت الكرواسون بتاعك بايه؟ بسطرمه. انا كرواسون جبنه اسطنبولي من دومتي. حلوه الجبنه الاسطنبولي، بحبها. دوق. يا ريت. استنى، انت مديني الشوكه والسكينه بتاعتك ايه العشان ده؟ أزرق. انت عملت ايه؟ شويه ميه بس. احنا في كارثه. خد طيب الشوكه. شكرا. شكرا. البسطرمه خطيره، بس حسب بتاعي كان احلى. تاخديه ثاني ولا ايه؟ انت بتبصي فيه؟ لا خلاص مش هينفع. هاتوا بس هاخد حته. هاتوا هرمي الطبق في وشك. حته بس حته. بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ هات الطبق بتاعي. قولي ثاني كده بس، كنت هتعملي ايه؟ هرمي الطبق في وشك. نفسي تاخد الشوكه والسكينه بتاعتك. مش عارف، مش عارف ليه بنسى ده. شكرا. يعني انت هترمي طبق في وشي صح؟ وحياه ربنا هرميه في وشك. مشكله ان الكلام سهل، انت لسه مش شايفاني. انت طولك كام سنتي؟ ايه الاسئله السطحيه دي؟ انا سطحيه ساعات، بس دي بالنسبه لي انا حاجه مهمه. 193 ان شاء الله. انت بقى وزنك كام؟ وزني هو زي سني سؤال زي ده. انت عندك مشكله لو انا تخينه شويه؟ اه عرفت ليه بقولك هديك بالطبق في وشك. انت برضه لسه ما شفتنيش. لايف ستايل. وانت انزل لك ايه؟ انزل لي ستروبري تشيز كيك. انا انزل لي توفي كراميل كرواسون. تحفه. انت تحفه دي بتخليني عايز ابدل، بس انا خايفه تدلو عليا حاجه تاني المره دي. لا لا، ما فيش حاجه نزلت، ما فيش حاجه تدلو. ممكن تخلي الشوكه والسكينه بتوعك عندك. ايوه صح، برافو. انت عارف عايز اقول لك على حاجه؟ اه. انا طول عمري بقول لاصحابي يعني انه اي دونت شير فود واي دونت شير من. لا بس احنا مش بنشير، احنا بنتريد. جدع. بتاعك احلى من بتاعي، مش هرجعه لك. لا انت بتاعك انت احلى من بتاعي. طب حلو، متفقين. اول حاجه اتفقنا عليها. بتشتغل ايه؟ بشتغل مذيعه في قناه الاهلي. ده انت هلبه متعصبه بقى فوق ما تتخيل. بس حلو، عندك هوايه كويسه. تبقى حلوه بس لما بيبقى حد بقى يشير الهوايه دي معاك، مش واحد يقعد يقرفني ويقعد يتفرج على الزمالك. ما انت بتروح الجيم. بروح الجيم. نشير الجيم. جدع صح. انا مبسوطه منك. او ممكن اسميك حاجه؟ لا ماشي، انا سميتك محمود. محمود. بقول لك يا محمود. محمود مين بس؟ استني اسمعني بقى. خلاص انت اسمك محمود لحد ما نخلص الديت ده. اتفضل. عندك مشكله لو صاحبتك ما بتروحش الجيم، ما بتتمرنش؟ لا عادي، بس اهم حاجه ايه بقى؟ ما تكونش بتاكل 24 ساعه في ال 24 ساعه. مش عشان شكلها، عشان صحتها. عشان انت خايف على صحتها. عايزها تكمل معايا. طب هسالك سؤال، لو انت اتجوزت واحده جسمها حلو وبعد كده حصل اي حاجه ووزنها زايد، هنعمل ايه بقى ساعتها؟ افوقها شويه. ما فقتش؟ افوقها تاني. ما فقتش بقى خلاص. خلاص خلاص بقى، يبقى انا اللي فوق بقى.
احنا دلوقتي مع بعض فقدامنا المفروض مستقبل، فالمستقبل اللي هيبقى فيه عيال صغيره وهيبقى فيه حياه ومسؤوليه، فلو هي فضلت تاكل 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 هيجي لها امراض الدنيا كلها، فبالتالي ممكن اخسرها بدري بدري. لا بس الدخله شيك. ما انا خايف عليك وخايف على العيال، العيال هتتقتل لو انت عارفه بس كتير. لكن مش عشان جسمها كده كده الجمال بيزول يعني. الله اكبر الله اكبر. تعرف ان انت كداب ليه؟ انت اكتر حاجه فرقالك شكل جسمها وتبقى حلوه على طول ماشي، ومكسوف تقول كده بس ده جزء كده في النص مش في مهم النص. قوي اه مش مهم قوي، المهم صحتها. طيب انا شايفه ان انت تقريبا متحكم خالص والله. انا حاسه كده. انا بس عارف مصلحتك. عارف مصلحتي؟ اه انت مش عارفني والله. عارف مصلحتك. طيب سيبك بقى من قصه الاكل، هل انت عندك مشكله انه انا شغلي بيبقى فيه رجاله كتير شويه، ممكن ابقى انا البنت الوحيده في اللوكيشن؟ رجاله كتير وانت البنت الوحيده؟ اه طبعا الكرو اغلبه بيبقى رجاله. كرو والله يعني هاجي اللوكيشن وندرس الموقف. تيجي اللوكيشن وندرس الموقف؟ المراحل مدرسه ولا ما هي مدرسه فعلا؟ انت مدرسه تقريبا ولاد بس. نفترض انا مش موجود في حياتك دلوقتي. نفترض ايه؟ انت مش موجود في حياتي. لو انا لك الشرف بقيت موجود وانت مثلا في المكان. هو قال ايه؟ ما بس بص يا محمود انت هتاكل علقه. اسمعي بس علقه ايه؟ والله انت لسه ما شفتنيش برضو. مفيش علقه ريسي. طيب كمل. دلوقتي انت في المكان كله رجاله صح؟ اه. ما بتقلقيش؟ اقلق ليه؟ الرجاله. هو الرجاله دي انا بشوفها في الشغل بس. اصل احنا مش احسن حاجه اليومين دول. انتوا مين؟ احنا كرجاله في ناس بقت مش كويسه. طب ايه اللي معادك معايا دلوقتي؟ في ناس ما بقتش كويسه اليومين دول كتير. في يعني انت مش عايزني ابقى في لوكيشن فيه رجاله عشان انت خايف عليا؟ لا عايزك تاخدي بالك بالظبط عشان انا مش عايزني اتخن عشان خايف عليا. لا مش عايزك تخن عشان انا خايف عليا انا. طيب انا بتاخر شويه في الشغل. شويه قد ايه يعني؟ الساعه كام؟ الساعه 2 بالليل، الساعه 3، ساعات بقعد يوم بصور فببات في الشغل. اه يعني انت شغاله شغلانه كلها رجاله وبترجعي البيت الساعه 2 بالليل. اه انت متاكده انك مذيعه؟ طيب طيب ممكن حد يديني شبشب؟ ثاني بس احذفه. ما انا عايز افهم ازاي. طيب انت مزود في الوقاحه شويه. والله مش وقاحه خالص بس الكلام مش منطقي. شنطه وقاحه يعني؟ تخيليني مثلا انا جوزك دلوقتي وقاعد مستني معلش يا جماعه والله اصل مراتي في الشغل مع الرجاله الساعه 2 بالليل، نحاول نرجع الساعه 12 11. ها انا ابقى كده على الهوا فجاه اقول للمخرج معلش اسفه انا عندي كيرفيو 11 لازم اروح حضرتك. كات السلام عليكم. انت بتصعبيها. انت ممكن تحليها بس انت بتصعبيها. بس انت مسهلها جامد. عايزك تقول لي كده انت ايه نظامك في الاكل؟ يعني بتاكل ايه؟ بتفطر ايه؟ بتتغدى ايه؟ اللي قدامي بصراحه بس معظم الوقت بيتزا. هو انت عندك انفصام في الشخصيه ليه؟ انت مش لسه بتقول لازم ناكل هيلثي؟ انا قلت لازم انت اللي تاكلي هيلثي ان شاء الله قدر الله لو الدنيا باظت يعني. لا قدر الله. طب وانت ايه نظامك في الاكل؟ بتاكلي ايه في اليوم؟ بص انا للاسف ما عنديش وقت ان انا اظبط اكلي ولا عندي وقت ان انا حتى اكل في البيت، فاغلب اكلي بيبقى سريع فاهمني يعني. وانا رايحه الشغل مثلا بجيب من السوبر ماركت، ممكن اجيب كرواسون دومتي، ممكن اجيب اي حاجة سريعة تبقى كده فريش وطعمها حلو وسهلة، عشان كده مبسوطة قوي دلوقتي. طب حلو. عايز اسألك بقى على حاجة تانية. اه. وات اف جالي شغل بره مصر، هنعمل ايه بقى في القصة دي؟ هاجي معاك. هو انت ما عندكش حاجة تعملها ولا لا ايه؟ لا انت هتيجي معايا في كل حاجة؟ اه فاضي نفسي عشاني. بس انت ده خنق. لا لا مش خنق، ده حب. يعني انت هتيجي معايا كل حتة عشان بتحبني؟ لا عشان انا كنترولينج. ايه؟ ايه؟ قال ايه؟ تكنترول مين بقى؟ اكنترول الاجواء اللي حواليك يعني، حد حب يعمل حاجه كده يتروش يحلو بقى موجود يعني. يعني انا عايشه 28 سنه اه عشان تيجي انت تكنترول اللي حواليك مش انت. وانا كنت بعمل ايه قبل ما انت تيجي؟ الله اعلم بقى، اكيد كان بيقابلك حاجات. الله اعلم يعني. ممكن ازقها اوقعها. اديتني كام؟ ما تقولش كام يعني، قول اديتني. لا والله يعني عامل معاك الواجب. يعني قد ايه يعني؟ حبه حلوين. هو انت نزل لك ايه؟ نزل لي هالبينو كريم تشيز كرواسون، شكله حلو قوي. ما كنتش عارفه ان دومتي بيعملوا كريم تشيز هالبينو. وانت؟ نزل لي فلامانك. انا بتهيألي طعمه حلو قوي. ألذ حاجه فيه ان هو الفيلنج مليان كده تشيز. بص انا مش هبدل عشان هو عاجبني، بس هديك حته ده اخرك معايا. حته؟ خليها لي. تتغير. خد. خليها لك. ماشي خلاص ماشي. تعرف ان انت ما عندكش دم؟ بس ايه الحته دي برضه مش اسلوب يعني. قولي شكرا عاجبني ليه؟ اديك حاجه حباها. لو ما كنتش قلتي حته ما كنت هقول لك شكرا. دقته؟ اه حلو قوي. خدي الشوكه بتاعتك. الذوق ايه؟ يا اخي ده الطبق لو طلع للجيران بينزل مليان. اه انت عارف يا باشا الطبق كله والله. والله الطبق كله يا حرام. مش مصدقه الوقاحه. بس هاتي بس عايزه منك حاجه. رجع وريني. خدت الاثنين. بص عايزه اقول لك على حاجه، التوبيك اللي نازل ريد فلاجز. من قبل ما تسالني ممكن اقول لك اول ريد فلاج فيا؟ عايزه اقول. قولي قولي ان انا لساني طويل. هو معايا كده كده هيقصر. هو تعرفي ليه بعدين؟ فاهمك.
الطبق بتاعك. شكرا ميرسي. وصف لي كده البنت الريد فلاج من وجهة نظرك عاملة ازاي؟ يعني ما بحبش البنت اللي تقول لي انا رايحة لمحمد وخارجة مع محمود ونازلة مع فوزي، ما مش عايز انا الجروب الكبير ده، ما برتاحش. طب جروب صغير كم بني ادم؟ يعني جروب فيه محمد بس. محمد مصاحب ولا لا؟ متجوز. لا انا متجوز عادي. هيقعد هو مراته ولا لا؟ ما هيقعد لوحده، مراته ما بنحبهاش. ما بنحبهاش؟ فانا هقعد انا وانتي ومحمد صح؟ اه. ايه المشكله؟ بس نعرفه انا وانتي ولا كنت عارفه انتي الاول؟ انا كنت عارفاه وانت عرفته وحبيته جدا. مين اللي كان حبيته؟ ما بحبش. ما حبيتهوش. عرفته وما حبيتهوش، بس راجل متربيين مع بعض. متربيين مع بعض؟ انا بقى مش واثق فيه، ما تربيتش معاه. انت ليه مش واثق فيا؟ انت مش عايز توديني الشغل ومش عايز اقولك دلوقتي. انا هديكي مثال. ماشي، دلوقتي انا راكن العربيه بتاعتي وقافل اللوك بتاعها في الشارع، انا متاكد ان هي مقفوله، بس انا مش هسمح لحد ان هو يحاول يفتحها. السلسال ده مش عاجبني يعني. يعني بحاول اقرب المسافات شويه عشان تفهميني. طب انت بتدي مثل بيا انا والعربيه حاجه بتركبها عشان توصلك؟ لا لا، ما اقدرش اقول كده خالص. طبعا ما تقدرش تقول كده، انت عايز حاجات كتير وكل حاجه عايزها بتلفها. يعني مش هتتأخرني عشان مش واثق في الناس، عايزني اخس علشان صحتي. انا قلت لك انا عايزك تخس عشان شكلك مبقاش وحش هترفضي، فاحنا لازم نخلي الموضوع يجي بطريقه شيك. يعني انت نصاب، انت راجل نصاب يا محمود. بص، طالما تحويل بطريقه ايجابيه والاطراف كلها مستفيده. ايجابيه؟ اه ايجابيه. يعني انا بحاور عليكي عشان ما تتخانقيش مثلا. بس قولي لي ايه الريد فلاج اللي بيبقى موجود في الراجل وبتحبيه؟ انا ما بحبش الراجل الكويس. يعني انت عايزه واد باد بوي من يعني من الاخر. يعني مش باد قوي. مش باد النص يعني ولا ايه؟ نص يعني. باد. باد بوي بيصلي. ايوه. ايه جدع. يحسسني ان هو ايه؟ هيخوني بس ما يخونيش. طب افرضي مثلا حسيت ان هو كان هيخونك وخانك فعلا. خلينا نبقى واقعيين، الرجاله اغلبهم مش بيكتفوا بست واحده، فلو في خيانات معينه تعدي. يعني لو كلم واحده مثلا خيانه. هي خيانه. اه. بس مثلا لو جه قال لي حقك عليا. حقك. ما تعديش. مش عايز تسالني لو خنتني هعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ هاكلك علقه، هكرتك علقه. نفس العلقه. انا عايز، انا بص انا عايزك تفهمي حاجه، انت مستحيل تاكليني علقه. عارفه هيتقال لك ايه في الاخر؟ ايه؟ معلش يا حبيبتي حصل خير، ما تخربيش بيتك، المسامح كريم، اصل انت اللي قصرتي، اصل انت مش بتظبطي نفسك بقالك فتره، اصبغي شعرك، طولي ضوافرك. بس فهتخربي بيتك بايدك. طب ما اخرب بيتي ليه فعلا؟ انت بتقنعني. انا انت بتقنعني ليه؟ طالما ما حبش واحده ثانيه تعدي. بس انا ضدك بصراحه. It's very nice. معناها ان انت بوينج. معناها ان انا ايه؟ بورينج. يعني هو انا لازم الففك حوالين نفسك، تمسكي موبايلي بقى ومين دي ومين ده ومين مش عارف ايه، لازم الكلام ده كله يحصل عشان ابقى انترستنج؟ اه لازم. انت عندك تروما تقريبا زمان فهتطلع عليا. ده انت مزود في الوقاحه جامد النهارده. مش وقاحه بس يعني ده مش منطق. طب انت لو خنتيني اعمل ايه؟ لا انا مش خاينه. افرضي يعني انا اللي خاين. انت عايز تعمل ايه؟ انت حابب تعمل انت ايه؟ شايف انا ممكن يعني اقصى حاجه ممكن اعملها اعمل ايه؟ يعني ممكن نتكلم، ممكن تفهم ليه عملت كده، ممكن تبقى انت. ما انا لو خنتك اكيد هقول لك انا عملت كده عشان انت مش مهتميه بنفسك وهي لعبت عليا ولعبت في دماغي ومش عارف ايه. انا هقول لك ضعفت. ضعفتي؟ كده مش هينفع كريتك على هتموتي. انت عايز تعمل ايه يا حبيبي؟ انا خنتك، انت كمان انا هخونك واقول لك تعمل معايا ايه؟ ما ده انت اتخنقتني كده، انت زهقتني يا محمود. الموضوع احساسه صعب. احساسه صعب وخصوصا مع الراجل ده. انت شكلك جربته. لا هقول لك، خصوصا بصي كلنا اتخنا. كلنا. الموضوع مع الراجل بيبقى حساس شويه في الاول، في الاخر ما بيتسامحش. بس هعمل معاك حاجه بسيطه جدا. ايه بقى؟ هقفل الصفحه خالص. اقفلها كده وانا بيه العشره والايام والسنين. ما عشان غلطه. ما عملتيش بالعشره والعيش والملح اللي احنا كلناه مع بعض ورحت لواحد تاني. بقول لك ضعيف. مستحيل تضعفي وانت معايا، صعب. انت عارف ان كل اللي واثقين من نفسهم كده بياخدوا على وشهم؟ مش مشكله، المهم ان انا واثق من نفسي. ده ليك وده ليك كرواسون. وانا كرمك والله، انت سعبت عليا بجد؟ سعبت عليا. اديتني رقم كبير؟ كبير جدا. نزل لك ايه؟ نزل لي شوكليت هيزل نوت. انا نزل لي ماكس بيريز بس شكلها تحفه تحفه وفريش قوي. خد. هاخد واحده بس. ماشي. مش عايز تدوق كرواسون؟ طب استني كده. خطير. لا كتفي. خلاص كتفي. خرب بيتك. الف هنا حبيبي. حاسه انك نسيت حاجه. خمسه بس ثانيه. حسن وش راجع ابويا. خد يا عم. عايز اكل. هات حاجه. خد. خلصني. شكرا. واو. بس الطبق ده مش هيرجع بصراحه. مرياج هيضايقنا من بعض داوي. لا انا حاسه بقى، تصدق حاسه ان احنا هنتفق في ده جدا. طب قول لي
انت شايف الناس تتجوز ليه؟ عشان التكاثر. هو ده السبب الوحيد؟ ده التوب. مش عشان يبقى عندك بارتنر، مش عشان يبقى عندك حد يشاركك كل حاجة. السبب السامي بتاعك كالعادة ان احنا ما ننقرضش. كده كده الجواز حاجة مهمة وحاجة جميلة، بس هي المشكلة في ايه؟ المشكلة ان الحاجة بتبقى حلوة في الاول، بيبقى في حب وبيبقى في اوقات لذيذة، بس بعد كده كل الكلام ده بيقل وبتبدا المسؤوليات تكتر، تبدا العيال تكبر، تبدا الدوشة تزيد. وانا ما بحبش الحاجات دي، ما بحبش العيال الصغيرة بصراحة. ما بتحبش العيال الصغيرة؟ امال عايز تتكسر ازاي؟ ما انا يعني ما بص تخلفوا كبار؟ ماشي، ما هم ما انا اخلفهم عادي ونربيهم بقى. انت مثلا 23 ساعة في اليوم وانا ساعة. مين اللي بيخلف العيال؟ يعني مين اللي بيولد العيال؟ انا. مين بيبقى يفضل او طبعا الطبيعي ان العيل يفضل مع الراجل، الاب ولا الام؟ الاثنين. العيال هتاكل ازاي وهي عندها شهور؟ هو التربيه هي الاكل يا ستي اول سنه. ليه احنا بنربي غنم؟ مين اللي هيرضع العيال من الاخر؟ هو احنا جواميس؟ احنا بني ادمين. مش يا بنتي استني، مش قصدي، انا قصدي ان في البدايه الام بتبقى مع ابنها كتير. مين اللي فاهمك كده؟ انت باباك ما عملش اي حاجه في تربيتك ولا ايه؟ لا عمل طبعا، خليني رجوله جدع. بس ده لما كبرت. جدع. لا ما هو باين لما كبرت، لما عديت العشر سنين. فانت ماما بقى في الاول العشر سنين الواد معاكي مش هشوف وشه خالص لما يعدي العشر سنين. عشر سنين هتاخده ساعه كل يوم؟ ايوه دلعه شويه، وريله صحابي صوره. طب وليه ما تسيبه شويه؟ سيبه معايا الواد وحشني. انا ساهمت فيه، ما ينفعش. ساهمت فيه؟ اه طبعا. طيب بما انك يعني قلت لي في الاول ان انت بتحب التمرين، بتحب تتمرن، فارق معاك ان مراتك تبقى بتعرف تطبخ؟ امال مين اللي هيطبخ لي؟ ممكن انت تطبخ مثلا يوم في الاسبوع كده؟ يوم ماشي عادي، يوم ما يخسرش. يعني افرض انا كنت في الشغل مثلا كذا يوم متعبانه ورا بعض، انا هبقى في النادي مثلا، انا هبقى في الشغل برضه. طب انا عندي فكره. اه احنا ممكن ناكل من بره. لا لا، ما باكلش الا من ايد مراتي. خلاص ممكن ما ناكلش من ايد حد، ممكن ناكل كرواسون. ماشي، ده كده كده هنفطر بيه. بس العشاء هنفطر ايه؟ هو انت ليه كل حاجه عندك فطار بس؟ ما انت فطار غدا عشاء، ما دي الوجبات بتاعتك. انت الكرواسون بالنسبه لك في الفطار بس؟ مستحيل تاكله في اي ميعاد تاني؟ انا بحب افطر بيه، بفضل كده. طيب احنا هنتفق اتفاق. ماشي، الفطار والعشاء على دومتي، والغدا عند مامتك او مامتي، ايه رايك؟ طب افرض امي ما بتحبش تطبخ. لا امك توسع خلقها بقى. لا افرض ما بتحبش تطبخ. ما هي امك مش معقوله مربيه التربيه طول البلد يعني، ما توسع خلقها. هي كانت صبوره شويه. طيب عايز اسالك على حاجه بقى. فرحنا هنجيب في حد يغني وهنجيب رقاصه ولا لا؟ نجيب رقاصه ليه؟ كده رقاصه عشان صحابي يبسطوا. صحابك البنات ولا الولاد؟ الاثنين. نجيب رقاصه. هنجيب؟ هنجيب. طب وهنجيب حد يغني؟ نجيب حد يغني. مين بقى هنجيب؟ مين انت عايزه؟ مين؟ طيب انا عايزه رضا البحراوي. ماشي دي سهله، دي انت جبتي في حاجه كويسه. سهله يعني؟ سهله سهله. انا بقى هنا كرامتك كرم اكتر من اللي قبله. والله انا كرمك عشان رضا البحراوي. بس بقول لك ايه، بما ان احنا هنشوف بعض دلوقتي، تفتكر كده شكلي عامل ازاي؟ ان شاء الله حلوه يعني. ان شاء الله كل الناس حلوة. حلوه يعني. فكك بقى، فكك من جو اللي كلنا. خمن. طيب خمن بليز، خمن شكلي عامل ازاي. شعرك اصفر عليك خضرا. صح. ايه ده بجد؟ اه برافو عليك. طب اقول لك ايه، نتكلم في المهم بقى. تفتكر هننزل مع بعض دي التاني؟ ايه ده؟ انت قلت نو؟ ما مش هينفع، انت عايزه تتخاني. بص انا ما قلتش يس ولا نو، يعني انا حطيت الاثنين مع بعض. يعني ساعات او ساعات لا، في حاجات او ممكن اقول لك يس فيها وحاجات نو، بس طالما قلت نو يبقى نو. ما هو مش بالعافيه. مش بالعافيه خالص، بس انت عايزه تتخاني وانا مش هينفع اخونك. وانت كده مش خاين خالص. انا مش خاين، بس الفكره ان انت هتخليني ابقى خاين. انا مش عايزاك تبقى خاين، انا بقول لك انت لو خنت، لو خنت يعني هسامحك. بس ما طلعتش محمود صح؟ لا ما طلعتش محمود. ما طلعتش محمود. طلعت فادي. طلعت فادي؟ ايوه كويس. مش عارف اسمها، اصل عادي يعني ممكن يصالحني. مش عارف اسمها كده، انا عايزك قويه. حاضر. ما ينفعش تخوني لما تخان خلاص. انت ازاي تعمل كده؟ اه بالظبط. استنى بس، سيبك من موضوع الخيانه. لا ما حاجه. شوف منزلين لي ايه. ده كرواسون بالجبنه البيضة بالهاليبينو، ده اللي نزل لي في الاول. اه. وده بالبسطرمة، وده بالتوت. عايزيني بقى. وده بالتوفي كارميل. ماشي. انا عامله لك مفاجاه. انا هاخد البوكس ده كله وانا مروحه، بس هديك واحده. واحده بس؟ اختار. ممكن البسطرمه، بحب البسطرمه بصراحه. بجد؟ اه والله. خد يا كريم. لا لا خليها لك خلاص. خد. انت عايزني لما تخين اعمل ايه يعني؟ لا تقف وقفه كده، وقفه طويله كده. وبعد ما انا بقى بقف امك وابوكي وتيجي. ما انا بقف ايه ده؟ ما انا بقف الوقفه دي، بس بعد الوقفه بتسامحيني. انت عايزني بعد ما اقف ايه؟ ما احنا وقفت. تقعدي تاني. طب ما خلاص. لا ما خلاص بقى، اعملي اكس عليه وشوف اللي بعده. كل دمتي وروق. انا اللي اروق وانا اللي بتخان. استنى ما اشوفك اديت لي ايه في لايف ستايل. انت اديتني 1 شكلك. طب انت ليه ايه يعني ليه كده -100؟ ليه؟ ده كويس جدا. اسلوب حياتي حلو. اسلوب حياتك زي الزفت والله. بروح الشغل. عايز تروح معايا الشغل وعايز تروح معايا مش عارفه. انت مش عايزاني اجي ليه بقى؟ ليه مش عايزاني اجي؟ عشان انت كبيره. ريد فلاجز. انا اديت لك 3 حبيبي. انت عارف ان انا اديتك 7 عينك مدياني 3. اديتك 7 عشان حسيتك طيبه، قلبك طيب، بتسامح اللي بيخونك عادي. ايوه انا طيبه. مارياج انا اديت لك
1. صدقني خساره فيك السته. والله خساره فيك السته. بس انا اديتك سته ليه؟ بس انا ملاحظه ان انت ارقامك اكتر مني ومش موافق تنزل معايا ديت تاني، حاجه غريبه جدا. ما انا بص عشان اعرف انزل معاكي ديت لازم يبقى كلهم 10. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو ده وفولو بنش سيركل على فيسبوك وانستجرام وتيك توك واكس وثريدز وسبسكرايب على يوتيوب. وعايزه البنات تقول في الكومنتس بيحبوا اكتر الجود بوي ولا الباد بوي؟ الباد بوي اللي بيصلي يعني، باد بوي المعين. وما تنسوش تجربوا الفليفرز الجديده بتاعه دومتي كروسون. لذيذ قوي بصراحه فعلا، مفيش زيه الديت ده والله، مفيش زيه.